عمليات عسكرية متواصلة لوحدات المنطقة الخامسة في حيران تكللت بالسيطرة على مركز المديرية ظهر الخميس. وتشير المعلومات الواردة من حيران إلى أن الجيش سيطر الأربعاء على قرية السادة في محيط المركز ليستأنف عملياته فجر الخميس باقتحام مركز مديرية حيران. في معارك حيران سقط العشرات من الميليشيا بين قتيل وجريح، كما أسر الجيش عناصر من الميليشيات الحوثية من الصنف السلالي أرسلتها الميليشيات كتعزيزات لمقاتليها. اسمي حمود علي عبد الله الحمزي من محافظة أبو ضياء من محافظة المحويت مديرية الرجم قرية جبل أهنم عزرة العزكي. أرسلني الشيخ صالح مطهر العزكي، أعمل لدى الحوثي من عام 2012 وأعمل شرف ثقافي أثقف فيها الأفراد في المواقع القتالية حق الحوثي. دخلت إلى جبهة حيران منذ أسبوع لرفع المعنويات عند المقاتلين بسبب الضغط، يعني شدة الحروب وهروبهم من الجبهات. ويشير حديث الأسير الحمزي إلى الانهيارات المتواصلة في صفوف الحوثيين وعدم قدرة الجماعة على الحد من هذه الانهيارات، وهو ما تجلى واضحا في تقدم الجيش المتسارع بالأسابيع القليلة الماضية. الجيش تمكن في المعارك الأخيرة من كسر الأنساق الدفاعية للإمامة في حيران التي كانت متمركزة في الحراملة والظهرة وبني فاضل، وتهاوت مواقع الميليشيات بعد تحريرها من قبل الجيش. السيطرة على مركز حيران توسع من مناطق نفوذ الشرعية في محافظة حجة، لكن الأهمية الأكبر تكمن في السيطرة على الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية، ويقطع طريق إمداد الحوثيين في حرض من الجهة الجنوبية بعد قطعها من الجهة الشرقية بملاحيظ صعدة، ما يعني أن الجيش قد قسم محافظة حجة إلى قسمين. ويتوقع مراقبون عسكريون أن يتجه الجيش شمالا إلى مستبأ وعاهم وتهامة حجة التي اعتقد الإماميون والسلالة أنها ملكهم الحصري وأن سكانها عبيد لهم، لكن رجال الجمهورية لهم قول آخر وأفعالهم في الجبهات تنبئ عنه.